عشان نبقى مطمنين ان حتى لو هو حصلت اي ظروف فرضت ان هيبقى ممكن يبقى فيه زيادة، يبقى الكلام ده بالتوافق معانا وعارفينه وبناخده منهم وبنعلنه. يبقى المواطن على طول على علم بمستجدات تغير الاسعار سواء بالزيادة او النقصان لهذه السلع الاستراتيجية. اقدر اكتب على تويتر ولا اكس ولا فيسبوك انه عندي سعر لتر البنزين زاد كام ولا اسعار غليت كذا، قال لي يجيبوني من البيت. عايز الحق ولا اضحك عليك؟ هو الوضع ده مستمر شوية ويجب أن تعلم هذا الأمر. ما بقاش في جنيه رسمي، بقى التعامل جوه البنوك بالسعر اللي موجود بره البنك، ما بقاش في تعامل بواحد زازين، وقد تفزعي اذا قلت لك ولا حتى 54. فين 850 جنيه فرق في البضاعة في يومين؟ يعني أنا ملحقتش، أنا سعرت، أنا فعلتي بسعر وبعد كده تاني يوم بروح أشتري البضاعة، أبص ألاقيها زادت 2850 جنيه. فده حضرتك ده السوق الحالي اللي احنا بنتعامل معاه.